التي تتواجد بهذا المهرجان الختامي، مهرجان المرموم. من يرحب بجميع الأشقاء والمشاركين بهذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد، تنطلق على بركة الله تعالى من مسافة 6 كيلومترات، هي مسافة وانطلاق هذا الشوط. متمنيا إن شاء الله لجميع هذه الشعارات التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم للانطلاق بهذا الشوط. انطلاقتنا مع مقدمة الشوط مع المركز الأول الطايل لعبد الله بن حمد بن علي العطية، من يتواجد على مقدمة وانطلاق هذا الشوط، بينما نرى المرعوش لسعيد بن حمد المري يتواجد أيضا بهذه الانطلاقة مع مرعوش على ثاني المراكز، المركز الثالث. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، من يصل في ثالث المراكز مبشر لناصر بن محمد بن ناصر في هذه الانطلاقة وبهذه التحديات لسيد ناصر بن محمد بن ناصر اللي يتواجد أيضا مع انطلاقته مع المركز الثالث في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقة وبهذه المنافسة. المركز الرابع يصلنا هناك مايهاب لعبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان مع المركز الرابع. المركز الخامس يصلنا راهيل محمد بن غانم المنصوري مع خامس المراكز. المركز السادس في هذه الانطلاقة وبهذه الاندفاع شاهين لعبد الله بن حمد بن نصره العامري، هو من يتواجد على المركز السادس. المركز السابع هناك من يصلنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان مع انطلاقة سابع المراكز، ويصلنا أيضا عالي السويدان بن عبيد بن سويدان العامري مع سابع المراكز. المركز الثامن يصلنا فراع لفهد بن سيف بن محمد آل سعيد الخياري مع المركز الثامن. المركز التاسع، المركز التاسع هناك يصلنا المتحد راشد بن علي بن سالم الدعية مع المركز التاسع. والمركز العاشر يصلنا أيضا بهذه الانطلاقة بهذه المشاركة للمتحد للسيد مصرط من شعيفان بولثنين السبيعي، يتواجد هذه الانطلاقة مع انطلاقة المتحد اللي على المركز العاشر. هذه نتيجتنا يا الأخوة مشاهدينا متابعينا بكل مكان، العشر المراكز الأولى وفاء وتماما أذعناها على حضراتكم، ونعود معكم ومع هذه الانطلاقة وهذه السيطرة مع المراكز الأولى بهذا الشوط بهذا التألق الجميل. يا سلام الطاير لعبيد عبد الله بن حمد بن علي العطية يتواجد على المركز الأول على هذه الانطلاقة الذي يقدمها لنا الطاير مع المركز الأول المتسلل إلى المركز الأول متصدرا لهذه الأعداد ولهذه الجموع المشاركة بهذا الشوط، الشوط الذي يحمل هذه الشعارات وللمنافسة ولهذا الانطلاق. ثانيا المرعوش لسعيد بن حمد بن محمد المري، من يتواجد أيضا مع انطلاقته مع المركز الثاني مع المرعوش اللي على المركز الثاني، يلاحق الطيار بهذه الانطلاقة وهذه الاندفاع بصدارة الشوط. ينطلق مشاهدينا الكرام المرعوش بهذه المنافسة على المقدمة على المركز الأول بهذا الحدث الهام. أما المركز الثالث فيصلنا في هذه الانطلاقة مع ثالث المراكز مايهاب العبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان، يتواجد أيضا بانطلاقتي واندفاعتي مايهاب انطلاقته إلى المركز الثالث بهذه المنافسة القوية. يصلنا أيضا مع المركز الثاني بهذه اللحظات مبشر لناصر بن محمد بن ناصر بن راشد، من يتواجد أيضا مع هذه الانطلاقة مع ثالث المراكز. المركز الرابع أيضا يصلنا سلهود لمحمد بن عتيق بن علي الكتبي، أيضا يصلنا في هذه الانطلاقة مع خامس المراكز. والمركز السادس يصل المتحد لمصوت بن شعيفان بولثنين السبيعي، يصلنا بهذه الانطلاقة قبل شوي بالمركز العاشر، والآن تسلل إلى سادس المراكز عينه على مقدمة الشوط. المركز السابع في هذه الانطلاقة يصلنا أيضا من وصلنا مكلف لجابر بن علي بن جابر بن جرحة بالمري، يصلنا أيضا بسابع المراكز. والمركز الثامن الله يا حصاد لمبارك بن راشد بن تلاب الهاجري مع المركز الثامن في هذه
هناك المركز التاسع بهذه الانطلاقة بهذه الاندفاع مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الله 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 بديع لعبد الرحمن بن صالح بن حمد بوشريدة مع المركز التاسع. وعاشرا يصلنا المتحد لراشد بن علي بن سالم الدعية. هذه نتيجتنا أيها الأخوة مشاهدينا متابعينا في كل مكان للعشر المراكز الأولى بهذا الشوط بهذا الانطلاق. نعود مع المراكز الأولى والمنطلقين بهذه المنافسة بهذا الإبداع الجميل. يا سلام الطائر لا زال مسيطر على مقدمة الشوط المنطلق من بداية الستة كيلومترات محافظا على المركز الأول على هذا التألق الجميل مع انطلاقة الطائر. تعود ملكيته لعبد الله بن حمد بن علي العطية يتواجد مع انطلاقة الطائر بهذه المنافسة وهذا الإبداع الجميل والمتميز من الغاية. أيضا من يلاحق الطائر مع المركز الثاني المرعوش المرعوش سعيد بن حمد بن محمد المري يتواجد أيضا مع انطلاقة المرعوش بهذا الموقع الجميل والمتميز. المركز الثالث ينطلق بهذه اللحظات ميهاب مع المركز الثالث لعبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان يتواجد أيضا مع ثالث المراكز 1600 متر. ما تفصلنا عن نهاية الشوط عن نهاية هذا الانطلاق. المتحد يصل لمسقط مشعيفان بالاثنين السبيعي مع المركز الرابع والمركز الخامس. هناك سلهود المحمد بن عتيق بن علي الاجتبي وهناك أيضا من تسل المشاهدين متابعينا بكل مكان يصلنا بهذه اللحظات. حصاد تعود ملكيته لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري. لكن نعود إلى مجريات الشوط إلى مقدمة هذا الانطلاق. لا زال الطائر مشاهدينا متابعين في كل مكان مع المركز الأول المنطلق من البداية ولا زال مسيطر على المركز الأول. الكيلومتر الأخير ما يفصلنا عن نهاية الشوط منطلقا بصدارة هذا الشوط الطائر مع المركز الأول لعبد الله بن حمد بن علي العطية. هناك من يصلنا مشاهدينا متابعينا الكرام. الله 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 يغير مشاهدينا المرعوش سعيد بن حمد بن محمد المري مع المركز الأول. وصل راعي الشوط وصل. الله 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 يا ميهاب مع المقدمة مع هذه الانطلاقة وحصاد مع المركز الثاني. المنافسة القوية بهذا الشوط بهذا الانطلاق. ميهاب لا زال مسيطر على المركز الأول. هناك أول نداء إسعاف يصل مع المركز الثالث. تعود ملكية سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. ولكن أيضا من يصلنا في هذا الانطلاق الشبح لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع المركز الثالث. ولكن ميهاب لا زال مسيطر على المقدمة على الانطلاق الموفق بهذا الشوط. الله 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 ميهاب الشوط ميهاب الشوط. الله الله تألق هذا الشعار. الله يا بن مرخان تسلل وانطلق مباشرة مع ميهاب. سلام لهذا الشعار. تحية واحترام لصعب المضمرين مع انطلاقة ميهاب مع المركز الأول. للسيد عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان جاء في المركز الثاني اللي هو الشبح لناصر بن عبد الله المسند المركز الثالث. وصلنا ايضا حصاد مع المركز الثالث لمبارك بن راشد بن طلاب الهاجري المركز الرابع. يصلنا ايضا اسعاف لسالم بن حمد بن جرل بن سالمين المركز الخامس. يصلنا ايضا شهيل لمحمد بن الصغير الحجري اللي يتواجد مع خامس المراكز. تهانينا والفي مبروك لجميع الاخوة الفائزين بهذا الشوط. تهانينا والناموس لعبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان لفوز ميهاب في المركز الأول. بالفعل حقق هذا الإنجاز الرائع والمتميز لحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس بهذا الشوط. تهانينا وألف مبروك. توقيت الزمني 9:30 ثانية 8 وفاء وتماما. تهانينا
وألف مبروك للسيد عبيد بن سلطان بن مطار بن مرخال لفوز ميهاب في المركز الأول. جاء في المركز الثاني الشبح، وصلنا في المركز الثاني، قطع المسافة بتسع دقائق 30 ثانية. سبعة أجزاء من الثاني تهانينا للسيد ناصر بن عبد الله المسند لفوز الشبح في المركز الثاني. والمركز الثالث وصلنا أيضا حصاد، قطع المسافة بتسع دقائق 32 ثانية. بالوفاء والتمام تهانينا للسيد مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، تهانينا والناموس.